كنت بصارح للمخابرات الصهيونيه صارحتهم يعني. قالوا لي بس ترجع بعطيه قتلنا. قلت له انا ماشي بعترق لحد اموت. قلت لهم هيك. يعني هذا امر عندنا ما فيش مفر منه. اثنان ما فيش يحبط عزيمتي يعني. انا لما بكون بمستوي يعني بالعمل المقاومة انا اخترت الطريق. ولحد اليوم بعد ما اوقف زيته. وقصفوا لي البيت 4 غارات عرفت شو؟ وبعد ما اوقف زيته. ضرب المقاومة تخلاش عنه. يعني العمل المقاوم عندي عمل مقدس. حتى اصلاح المقاوم يعني اللي بيفكروا انه يشلحونا اصلاح المقاوم بيحلموا. اللي بيفكروا بشغله ثانيه. اذا في حدا يشلحنا يشلحنا اياه. لو نعيش تحت التراب افضل ما نعيش اذلاء. عرفت شو؟ المقاومه هي حياته. Thank you.